السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من الوصفات الرمضانية. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الطنجية المراكشية، يعني كتجي بحال يعني تقريبا بحال طايبه في الجله ديالها وفي الفرناتشي. يعني هنايا بالنسبه للناس اللي هما ما عندهمش في طيبوها بحال المراكشيين، يعني كما معروف المراكشيين كيطيبوها في داك الجليله ديالها وكيديروها في الفرمات باش كطيب الطنجيه. انا هنايا غادي نطيبها بنفس الطريقه وكتجي بنفس اللذه ونفس المنظر بحال طايبه في الفرناتشي، يعني على الرماد وفي القله ديالها. هي غادي نطيبها في الكوكوط. تبعوا معايا الطريقه. غادي بالنسبه للمقادير، غنحتاج هنايا 1.5 كيلو ديال الملج. يعني هنايا الملج، يعني هاد اللي تيكون دواور تيكون فيه المخانه الوسط، هو احسن لحم كيستعملوه في الطنجيه. 1.5 كيلو ديال اللحم ملش. غنحتاج معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه ديال الخرقوم بلدي، معلقه ديال القزبور يابس مطحون، الزعفران شعره، معلقه صغيره ديال السمن، هنا 5 ديال الدروس ديال الثومه، اولا اللي بغى الثومه يدير الراس كامل، الحامض مصير، الزيت بلديه، ونص كاس ديال الماء هو اللي غادي نطيب به الطنجيه ديالي في الكوكوط. نعاود معكم المقادير من الاول. قلنا نحتاجو هنا 1.5 كيلو ديال اللحم، يعني من ديال الملج، زيت بلديه، حامض مصير، 5 دروس ديال الثومه اولا راس كامل ديال الثومه. غنحتاج معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الخرقوم بلدي، الزعفران شعره، معلقه ديال قزبور يابس، ومعلقه ديال السمن. يعني كما كتلاحظوا هنا انا ما درتش الملح نهائيا، لان كما هنايا كتعرفوا راه الحامض مصير ديجا مالح، ما كدارش الملحه في الطنجيه بتاتا، ما كدارش. يعني هذا الشيء هو المكونات، شي حاجه اللي هي سهله كتوجد في الظرف ساعه، لان كنطيبها على عافيه مهيله بزاف. هنا ما كنحتاج نقلي، ما كنحتاج نشحر، ما حتى شي حاجه. كندير كل شيء في الكوكوط ديالي، كنحركها مزيان وكنديرها فوق البوطه على عافيه مهيله بزاف، وكنخليها كطيب، يعني باش نعرفها انها قربات، حتى تفوت لي واحد نص ساعه نزيد واحد 10 دقائق وحده اخرى ونحرك الكوكوط تنسمع لهاد العظيمات، هما اللي كيتسمعوا ليا في قلب هذا، في قلب الكوكوط ديالي. يعني كنعرفها بان الحمى ديالي طابت، كنبقى نسمع غير تقرقيب ديال اللحم. بالنسبه للطريقه سهله جدا جدا. اول حاجه غادي نبدا بها هنايا، غناخذ هاد الزعفران ديالي اللي عندي، غنديرو في الماء، في نص كاس ديال الماء، يعني باش تعرفوا هنايا الجوده ديال الزعفران. انا ملي كنديروه كيطلق لينا اللون الطبيعي ديالو. انا كيما كنقولوا راه كنديروا خلاصه فوق راسها. يعني ناخذ الحيمه من هذا الشكل، غندير عليها الدريسات ديال الثومه. كيف ما قلت لكم ممكن انكم ديروا يعني راس كامل ديال الثومه، هي مزيانه كتجي فيه. ناخذ معلقه صغيره عامره ديال الكمون، نفس الشيء بالنسبه للقزبور يابس، معلقه قزبور يابس، دير معلقه ديال الخرقوم بلدي، المكونات اللي هي بسيطه وكتجي واحد البنه فيها، يعني بحال الطنجيه المراكشيه. هنا عندي السمن حايل ما غنكثرش منه، في هذا القياس هذا. غندير الزويته بلديه، هنا راه كطيب غير بالزيت بلديه، شوفوا القياس هنايا تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت. ندير هنايا الحامض مصير، انا راه هذا الحامض مصير ان شاء الله ندير لكم شي حلقه غير ديال كيفاش كنوجدوا الحامض مصير في البيت.
حتى كيولي معلك لدرجة أنه داك الماء ديالو كيولي بحال شكل العسل، كيجي رائع بزاف. في كنقطعوه ما نكترش بزاف لأن الملوحة، في نكتفي بهذا القطع هذا وندير الزعفران الحر اللي في الزكت في الماء. وهذه هي الطاجيه كامله صافي. غادي نحرك، قلنا ما غادي نشحرها ما غادي نقليها ما والو، غنغطي عليها ونديرها فوق البوطه على عافيه مهيله، يعني نقص البوطه افو يعني حتى الاخر ديالها ونخليها كطيب. قلنا باش نعرفوها بانها طابت من دوز نص ساعه نحركها، نحرك الكوكوط ماشي مشكل، نحركها وهي مسدوده غادي نبقى نسمع هاد التقرقيب ديال 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 العظيمات، نعرفوا بانها راه تقريبا وجدات. كنحل عليها يعني خص المريقه تكون واكحه، كيبقى لنا غير الزويته واللحمه تكون طايبه. وكنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه، هادي كتجي كما قلت لكم يعني تقريبا بحال طايبه في الفرناتشي وفي الفران وفي القله ديالها، كتجي لذيذه بزاف. ويعني كننوعوا بها هكا في رمضان في وقت الافطار كتجي زوينه. ورمضان مبارك مره ثانيه، وكنتمنى انكم تخليوا لي لايك وكومونتير، واللي باقي ما تابوناش يتابونا في لاباج ديالي في القناه، ويفعل الجرس باش دائما يوصلوا الجديد، وبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الطنجيه. هنا من بعد ما طابت الطنجيه هانتوما كتشوفوا جات معلكه، يا سلام يا سلام، واحد الريحه طالعه منها. كنتمنى انكم تجربوها على حسابي، راه هي مضمونه مليون في المية. المذاق ديالها رائع رائع بزاف، اخص ملي كيدير هاد الحيمه ديال الملج. كنصحكم انكم تشريو اللحم ديال الملج، هو اللي كيجيب الطنجيه على حقها وطريقها ومعلكه، يا سلام. وبصحه فطوركم وشهيه طيبه للجميع.